حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في اليمن لا فرق بين الحرب والهدنة. العرب الجديد تتحدث عن طالب يمني يكتفي بحضور الامتحانات خوفا من زملائه في المدرسة. وفي أخبارنا المنوعة، اليابان لماذا يفضل المتقاعدون السجن؟ أهلا بكم. يحاول مسعفون إنقاذ حياة فتاة في العشرين من عمرها بعد إصابتها برصاصة قناص في رأسها بمدينة الحديدة رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بصعوبة بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتعنون صحيفة الأيام: الهدنة الهشة لا تختلف كثيرا عن الحرب في اليمن. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته وكالة فرانس بريس: يجد سكان المدينة أنفسهم عالقين بين هدنة تتخللها اشتباكات متقطعة أو حتى حرب شوارع حال انهيار الاتفاق. ويؤكد المواطن علي حسن مرزوقي، والذي تم نقل ابنته حياة إلى مستشفى ميداني في قرية الدريهمي بعد أن أصابتها رصاصة طائشة في رأسها بينما كانت تجلس في المنزل، يقول: لا توجد هدنة، عندنا رصاص. ويروي الطبيب عايد ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي أن المصابين يأتون يوميا إلى المستشفى منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، يصابون برصاص القناصة وعبوات ناسفة وألغام وقذائف هاون. اضطر الأربعيني محمد هويدي أحد سكان مدينة شبام التاريخية في محافظة حضرموت شرق اليمن إلى إغلاق محل الحياكة الخاص به بعد الحرب التي أثرت سلبا على الوضع الأمني هناك وتراجع السياحة الأجنبية في المدينة، كما يقول تقرير نشره موقع المشاهد نت بعنوان: السياحة تتوقف وشبام على قائمة الخطر. ويضيف هويدي أن انهيار السياحة الأجنبية في المدينة أجبره على إغلاق محل الحياكة والاتجاه لعمل بديل لكسب بالرزق أملا بالعودة للأوضاع الطبيعية والسياحة في المدينة قريبا. واكتوى غيره من العاملين في محلات التحف والحياكة والمهن التقليدية الذين كانت السياحة الأجنبية مصدر رزقهم بخسائر مماثلة بعد إغلاق 30 محلا كانت تبيع منتجات خشبية وتحفا ومنتجات الحياكة نتيجة لانهيار السياحة الأجنبية. وبحسب تصريح عوض عفيف رئيس جمعية تطوير الحرف التراثية بشبام للمشاهد، وكان متوسط دخل الفرد من محل بيع التحف والحياكة في مواسم السياحة قبل الحرب بين 500 و700 دولار للفرد الواحد، مؤكدا أن معظم أصحاب تلك المحلات تركوا العمل بها واتجهوا إلى الأعمال الأخرى، والبعض غادر إلى دول الخليج للبحث عن عمل. مشكلتنا ليست مع الأديان، هذه ستبقى كيفما كانت وأيا كانت. مشكلتنا مع استخدام الدين للتسلط واحتكار الدولة واستخدام العنف لإرهاب المخالفين وقتل ذوي الرأي المخالف لتوجهات هذه الجماعات المنحرفة. هكذا بدأ مصطفى راجح مقاله المنشور في المصدر أونلاين. الجماعات المتطرفة تبني رؤاها المتطرفة وتسوقها للناس على أساس أن الدين ومعتقدات الأمة مهددة ومستهدفة وأنها حامل حمى الذي يتصدى للملحدين والكفار. نريد خطابا في مواجهة هذا التطرف الديماغوجي يقول للناس إنهم يكذبون، أن المستهدف هو الاستبداد والكهنوت المرتدي لبوس الدين للإسلام ومعتقدات الأمة وتاريخها. ومن يستهدف وجود الأمة العربية والإسلامية هي الجماعات الإرهابية والكهنوتية التي تسعى لاحتكار السلطة والاستيلاء على الثروة وفرض رؤاها المختلفة على المجتمع وممارسة الوصاية عليه باسم الدين وباسم الله وهو منها بعيد. هم من يستهدفون الأمة ومعتقداتها بهذا التدمير والصورة البشعة التي يقدمونها للعالم عنا كأمة ودين إسلامي. نريد دولة يختارها الناس وفق الدستور والقانون الذي يساوي بين الناس ولا يفرق بينهم بسبب المذهب والمعتقد والعرق والمنطقة والقبيلة. قضيتنا هي الدولة والمواطنة وإقرار أن من يحكمنا نختاره نحن ونحاسبه نحن ونعزله نحن كشعب بموجب الآليات القانونية المتفق عليها. أما الأديان والمذاهب فهي أزلية وباقية ما بقيت الحياة، لا علاقة للصراع السياسي بمهام من قبيل إقرار تمثيل جماعات سياسية لدين خلاصي تحتكره جماعة وتحكم باسمه.
وليس من مهامها أيضاً تبني عقيدة إلحادية تتخذ لنفسها رؤية تؤمن بنفي الأديان والعمل على تقويضها ونسفها بجدالات يومية وسجالات ديماغوجية هي الوجه الآخر للمتطرفين اللابسين لبوس الدين. يراد لنا أن نعيد إنتاج سجالات فارغة ومدمرة في داخل الصراع الموضوعي حول السلطة والدولة وصراع الفئات المجتمعية، الصراع الذي يحتاج إلى إرساء قواعده وأسسه العادلة وفق ما تقرره الإرادة الشعبية، لا تشويشه بالسجالات الديماغوجية بين العقائديين المتطرفين الكهنوتيين من جهة ومعتنقي العقيدة الإلحادية البازغة من الجهة المقابلة. سألنا عضو النيابة كيف أصدرتم القرار ووجهتم المحكمة، فقال: جاء مسلحون قدموا لي الملفات وقالوا لي وقع فوقعت. هذا مقتطف من تقرير نشره المصدر أونلاين بعنوان: جماعة الحوثيين تقدم للمحكمة قائمة بأسماء نحو 1200 من مؤيدي الشرعية وتطالب بحجز ومصادرة ممتلكاتهم. وقال مصدران أحدهما في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والآخر مواطن إن جماعة الحوثيين أعدت قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم والاستحواذ عليها. وأضاف في اتصالات هاتفية مع مراسل المصدر أونلاين أن من بين المستهدفين قيادات في الدولة وأخرى في الجيش الوطني وقيادات حزبية وشعبية موالية للحكومة الشرعية. وقال أحد المتضررين إن الحوثيين يستغلون سيطرتهم على القضاء بهدف نهب الأموال دون وجه حق وهم مختلفون فيما بينهم. يقول موقع الصحوة نت إن ميليشيا الحوثي طردت سفينة محملة بالنفط من ميناء الحديدة ولم تسمح لها بتفريغ حمولتها، والمتضرر الوحيد هو المواطن الواقف بسيارته أمام محطة تعبئة الوقود في صنعاء أو حجة أو المحويت. ووفقا لعنوان الصحوة نت، سفينة نفطية تغادر الحديدة بعد رفض الحوثيين السماح لها بتفريغ حمولتها. وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن السفينة سينسيرو غادرت الحديدة بعد رفض ميليشيا الحوثي السماح لها بتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية، وأكد أن السفينة انتظرت أمام ميناء الحديدة قرابة شهر ونصف، ولا تزال ثلاث سفن أخرى تنتظر الدخول منذ 9 أيام. ووفقا للموقع فإن ميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ نحو 3 أسابيع. ظهر عشرات الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في مناورة عسكرية جنوب العاصمة صنعاء نهاية شهر يناير الماضي تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة التابعة للحوثيين. ويعنون موقع يمن مونيتور: مناورات حوثية لكتائب من الأطفال قبل إرسالهم إلى جبهات القتال. وقال مسؤول في دائرة التوجيه المعنوي ليمن مونيتور إنه شاهد كتائب كاملة من الأطفال الذين تم تجنيدهم في مناورات عسكرية لجماعة الحوثي في مديرية صرواح المنطقة الواقعة جنوب صنعاء وتتبع محافظة مأرب. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: لم نتوقع أثناء دعوتنا لمشاهدة مناورات عسكرية في مديرية صرواح أن نشاهد جموعا من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد وهم يقومون بمناورات عسكرية استعدادا لدخولهم خط النار. معادلة حقوق الإنسان والأمن الوطني، تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة الأسبوع الماضي، طرح في ثنايا اللقاء الصحفي الحرص على حقوق الإنسان التي يجب أن تصان. هذا الموضوع من وجهة النظر الغربية له أهمية في كثير من الأوساط. رد عليه عبد الفتاح السيسي بكلام واضح، قال: عليك أن تنظر إلى مصر بعيون مصرية كما ننظر إلى فرنسا بعيون فرنسية. المعادلة بين حقوق الإنسان وبين متطلبات الأمن الوطني قضية تستحق أن تكون على أجندة النقاش في العالم العربي، وهي ليست سهلة الفهم أو التطبيق لأن مفاهيمها ملتبسة وغامضة ومتداخلة. المشكلة التي تواجهنا في بلادنا العربية والتي تعقد تلك القضية الصعبة هي التقلص الزمني بين الممارس والمأمول والمرجو. التقلص الزمني يعني أن الإنسان العربي يشاهد ويقرأ ويلمس كيف تنظم المجتمعات نفسها في الغرب وكيف تتم ممارسة العقد الاجتماعي في بلاد مثل السويد غرباً وماليزيا شرقاً. بين هذا التقلص الزمني والواقع الذي نعيشه يظهر التناقض في فهم الحريات وممارسة مستوى معين منها.
تقلص الزمن زادته وسائل الاتصال الحديثة زخماً، ما رفع ولا يزال يرفع التوقعات، فما حدث في العالم يحدث أمامنا، وما يحدث عندنا يحدث أمام العالم. إذا نحن نبحث أولاً عن إشكالية تحديد المصطلح المختلف عليه، كما نبحث ثانياً عن أحد الخيارين، إما برنامج تنموي ذو رؤية تحقق عيشاً وتنمية، وإن ضحي بشيء من الحريات بشرط استئصال الفساد نهائياً وتقديم برنامج تنموي قابل للنجاح الملحوظ، وإما حريات منظمة تقود إلى البحث الجمعي عن الطريق الأفضل للتنمية الوطنية. أما الحرمان المطلق من الحريات فهو طريق معبد للكوارث المؤكدة. آخر الكلام، الأخطر علينا من الإرهاب هو الجهل، فالإرهاب إحدى نتائج الجهل، أما أمراض الجهل فهي كثيرة ومتعاظمة. أغلقت الحرب في اليمن معظم المراكز التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا في المناطق التي يستهدفها الطيران الحربي التابع لقوات التحالف السعودي الإماراتي، وفقا لصحيفة العرب الجديد والتي عنونت حرب على ذوي الإعاقة باليمن. في هذا السياق يقول الشخص ذو الإعاقة البصرية محمد حسين إنه حرم من مواصلة تعليمه في صنعاء بعد استهداف المركز الخاص بتعليم الأشخاص المكفوفين بغارات لطيران التحالف، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فبات عاجزا عن الوصول إلى أي مركز آخر في ظل استمرار الحرب. يؤكد للعرب الجديد أن الحرب تسببت في كثير من المآسي التي طالت مختلف شرائح المجتمع، ومنها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تضرروا بشكل كبير. يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بإحباط شديد من جراء تداعيات الحرب التي انعكست بشكل سلبي عليهم، إذ لم يعد أحد يهتم بهم كالسابق. بدوره يصف مختار مصلح ولديه إعاقة حركية يصف الوضع بالمأساوي، يقول للعرب الجديد إن الحرب تسببت بشح الإمكانات وتوقف الدعم الذي كان يقدم إلى المركز التعليمي الذي يدرس فيه، ما أدى إلى إغلاقه. يلفت إلى أن المركز كان يوفر مناهج دراسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل مواصلات لجميع التلاميذ وأغراضا أخرى قبل الحرب، لكني خسرت مع غيري كل ذلك. يشير إلى أنه اضطر للتسجيل في إحدى المدارس الحكومية العامة، لكنه لم يتمكن من التأقلم والانسجام مع التلاميذ الآخرين، وهو ما أحبطه، خصوصا أنه تعرض لمضايقات من البعض. يؤكد مصلح أنه يتغيب عن المدرسة باستمرار لعدم تكيفه مع الأجواء الجديدة، ويكتفي بمطالعة الدروس في المنزل وتأدية الاختبارات مع نهاية كل فصل دراسي. القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟ تحت هذا العنوان كتب ياسر أبو هلالة مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: توجد مصلحة لدى المستبد في إضعاف الدولة تحللا من القيود التي يفرضها القانون، ولذا شهدنا إحياء للقبيلة السياسية في معظم العالم العربي، وأخرجت القبيلة من فضائها الاجتماعي إطارا للتواصل والتراحم إلى فضاء سياسي قائم على الاستقطاب والتناحر. على القوى الحديثة أن تخوض معركتها مع الاستبداد بذكاء، فالتصدي للاستخدام السياسي للقبيلة ليس استهدافا للمجتمع وأواصره وعاداته وتقاليده بقدر ما هو حماية لها. فالدولة فوق القبيلة، وإلا تحولت كل قبيلة دولة، ومن المهم أن تشارك القبيلة الدولة في بعض مسؤولياتها مثل التحكيم وفض النزاعات والتكافل الاجتماعي في الأحزان والأفراح وغير ذلك. لقد وصلنا في دول عربية كثيرة إلى مرحلة الانتخابات الفرعية داخل القبيلة قبل الانتخابات العامة، وبات ذلك شائعا ومقبولا، لكنه في الواقع لم يحقق إلا مزيدا من تفكيك القبيلة الواحدة ونقل المعارك السياسية إلى داخل الأسرة. تجري المبالغة في تقدير قوة القبيلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وكأننا في مرحلة اقتصاد الغزو. ولعل اليمن المثال الأكثر بؤسا، فالقبيلة لم تصمد أمام استبداد علي عبد الله صالح ولم تمنع غزو الحوثي، وشهدنا كيف دمروا بيت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كان شيخ حاشد أكبر قبائل اليمن، وما أقاموا وزنا لقبيلة ولا لحزب. كان من المفروض أن يحمي اليمن جيش الدولة لا قبيلة حاشد ولا غيرها. في النهاية نجح صالح في تحويل اليمن إلى ميليشيات قبلية ونمى النزعات الطائفية والجهوية، واليوم يستمر التحالف السعودي الإماراتي بالنهج نفسه وبشكل أسوأ، يشتري ولاءات قبائل ويكون ميليشيات قبلية ومناطقية على حساب الجيش الوطني.
في واحد من الموضوعات المنوعة التي نطالعها اليوم ما جاء في شبكة البي بي سي بعنوان اليابان، لماذا يفضل المتقاعدون السجن؟ اليابان في قبضة مشكلة فريدة، جرائم يرتكبها مسنون فوق 65، فما سر هذه الظاهرة؟ إد بيتلر من بي بي سي يحاول الإجابة عن السؤال في منزل مخصص للمسنين المفرج عنهم حديثا بعد فترة قضوها في السجن في مدينة هيروشيما. يخبرني توشيو تاكاتا البالغ من العمر 69 عاما أنه خالف القانون لأنه فقير، أراد مكانا يقيم فيه مجانا حتى لو كان ذلك خلف القضبان. يقول توشيو: وصلت سن التقاعد ونفدت نقودي، لذلك فكرت أن بإمكاني أن أعيش دون تكاليف لو دخلت السجن. سرق توشيو دراجة هوائية قادها إلى مركز للشرطة وقال للضابط: انظر لقد سرقت هذه. نجحت خطة توشيو وكانت هذه الجنحة الأولى التي ارتكبها في 62 من عمره. تتعامل السلطات في اليابان مع جنح السرقة بجدية، لذلك قضى توشيو سنة من عمره خلف القضبان. لا يبدو توشيو الضئيل الحجم والضحوك مثل مجرم أو شخص يهدد النساء بسكين، لكن هذا ما فعله بعد أن قضى عقوبته الأولى. قال: توجهت إلى المنتزه وهددت مجموعة من النساء بسكين، لم أكن أنوي إيذاءهن، كل ما فعلته أن أريتهن السكين آملا أن تتصل إحداهن بالشرطة، وكان لي ما أردت. فقضى توشيو نصف المدة، مدة الحكم البالغة 8 سنوات، في السجن. سألته إن كان يحب المكوث في السجن فأشار إلى مكسب آخر تستمر الحكومة في دفع تقاعده أثناء وجوده في السجن. في جولتنا بين الأخبار الرياضية نطالع حول أهم حدث كروي آسيوي، ويعنون موقع دويتشفيليه الألماني: قطر تفوز بكأس آسيا لأول مرة بعد اكتساحها اليابان بثلاثية. وقال الموقع الألماني: في مباراة مثيرة حقق المنتخب القطري لكرة القدم نصرا تاريخيا بفوزه لأول مرة بلقب كأس آسيا 2019 إثر اكتساحه لمنتخب اليابان ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت في أبو ظبي. يتابع الموقع: يتربع المنتخب القطري على عرش الكرة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته 7 في كأس آسيا 2019، علما بأنه لم يسبق له تجاوز دور 8 في أي نسخة سابقة منها. أما المنتخب الياباني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب فقد أخفق هذه المرة في التتويج باللقب للمرة 5 في تاريخه، علما بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر. وعمت الفرحة بالإنجاز التاريخي للمنتخب القطري شوارع الدولة القطرية، حيث احتل المعجبون ومشجعو المنتخب الوطني الشوارع والميادين للاحتفال بالمناسبة. أجمل صور الأسبوع كما نشرتها صحيفة الغارديان نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.